بهاشوري. ايه قول لي قول لي شوف والله لا لا في كازا اخويا دخلت انا في حالاتي صافي. انا ما راك عارف ما بقى قاد سماستر ما كاين لا كوره لا والو لا اونترينمون والله حتى نتسطى ما نكذبش عليك نتسطى ديال بصح ما قيسر. تخيل معايا صاحبي راه تخيل معايا شي 23 يوم ولا 25 يوم رايح في الدار والله يا شال حماق برا نتوما دايرين لكم داك الشيء ديال العصر ديال شحال هادي علاش فاش دخلوا مع الوحده راه داروا لكم تدخلوا مع الوحده ولا مع الثلاثه ولا مع الخمسه لكم السوايع كاينين دايرين من 7 الصباح حتى ل 7 العشيه تقدر تخرج تخرج بوحدك فهمتي لا هادشي الدار ورا زعما واش تقدا شي لعيبات يجوا ممكن فهمتي من بعد ما يدور حتى شي واحد الزنقه وهنايا الصراحه ماشي خرج حتى واحد راه تقدر دابا نوري لك راه ما تقدر تشوف حتى شي واحد كاع شحال شحال واصل عندكم محالة دابا دابا الوقت الحالة والله ما عرفت شي 1600 1700 راه المغرب راه بينيك يا صاحبي راه بخير ديال الله لا حنا اللهم مالك الحمد والله بينيك والله اللهم مالك الحمد فرابور البلدان الاخرين حنا راه واعرين الناس الاخرين اصاحبي الناس هربانين الناس راه تيقولوها في لي ريزو سوسيو تيقولوا راه المغرب هو اول بلاد فهمتيني فوالا زعما كيخرج كيخرج القرار زعما القرارات يعني داروا القرار يعني خداوه في وقته فهمتي ما خلاش داك الشيء احتكاك شي ناس شي واحد الطبقه بين قوسين الله زعما يفهمش يخصهم يديروا عقلهم باش الشيء يدوز دغيا حيت فهمتي بعض المرات واخا بنادم كينويها زعما في واحد الاتجاه اللي هو مناوي زعما الشر يجو مي بعض المرات خص بنادم يفكر ماشي تالي هو حتى هو الا ما بغى زعما صحته جمون فو يفكر على شي واحد اخر مالي الدار ديالو وصحابو فهمتي راه صافي فهمتك شي بالكا مصرينا كاينه معلم مصرية 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 اخويا انا اخويا في مصرية خليتها لك انت انت فايتني واحد الدرجه شويه المصرية واعر انت في المصرية انا ما بقيت نتش نعرفك واش مصري ولا مغربي ولا اخويا راك عارف انت راه دابا تكاين تما راه مشكلة دابا هو بنادم راه ما عارفش باللي هما تما ما تيفهموش مغربية فهمتي تقدر تبقى تعاد انا فسرتها اليوم فسرتها اليوم قلت اليوم قلت اليوم المشكله شنو هو هو ما كيعرفوش يدوي بالمغربيه ما كيفهموكش ياك اي ابخي الفرنسي ما شويه قليل تلقى بنادم كيدوي الفرنسي تلقى الا لقيتي شي واحد يقارع عليها ولا مقرب حدا مقرب من عندنا تي ما تيترجم من المدرب ديالنا فرنساوي فوالا عندك كالتيرون دابا خص ضروري يجيبو مترجم كيدوي فرنسي فهمتي راه فاهم دوكو فاش كدوي انت زعما بمصري شوف كاينين الناس واحد الناس كيك عاو عاوتاني ولكن اخويا راه ما دويش بمصري راه ما غيفهموك ما تعلعبو بصح ما كرهناش احنا ندوي ما كرهناش احنا ندوي بمغربية يكونوا فاهمين يجو كتشوف تشوف انت كدير ايفور هما ما غاديش يديروا ايفور عاوتاني راه صعيبة عليهم بزاف مغربية لا بزاف ما يفهموهاش فانا سعيدة سنة سعيدة خويا رضا تقنوتي وكنتمنى لك حياة سعيدة وباش ما تمنيتي يا رب هو واحد رضا تقنوتي عنده عيد ميلاد اليوم اخويا الله يدخلوا عليك بالصحة والسلامة باش انت عيد ميلاد ديالك جا في هذا الوقت عيد ميلاد في كورونا عشناه عيد ميلاد في كورونا ناري على نحس كدير يا راجل عيد ميلاد مال زين العابدين خويا تحياتي ليك وما اسمح لي ما نسيت ما قلت لكش مبروك عليك اخويا وان شاء الله يتربى في عزك الولد صغير تهلا في راسك والله الولد الصغير الولد الصغير يطلع عندهم جد بحال بكا الله يستر غادي غادي والله العظيم اول مره تسمعني تندوي سمعت كبيره كدوي على سميتو صاحبي المنتخب المحلي شنو هي عقل المنتخب المحلي يا صاحبي
قلت لي هذيك لابيريود اصاحبي. واه شي هذيك اليابات ما تنساش لي انا الشتاء وهذيك الجو. لا لا استاذ راه ما يمكنش اصاحبي هذاك المنتخب المحلي هذيك لا جينيراسيون اصلا كلها ما يمكنش اصاحبي. يمكن تصعب واحد شي لعابه كانوا مجموعين اصاحبي ديك لي فهذيك لابيريود كان اللي ما تيتحملش الضحك. انا شري كركر اش قال؟ انا سلو بيضا مون غون فخير عليك سمعتي قلت لك هذيك الجينيراسيون صاحبي كانوا فيها شي لعابه ما يمكنش هذيك الوقيته ديال هذيك كانوا ديك التعاد دي ماتش اميكو صاحبي ما كاينين 3 4 5 وراه عندنا حنا بحال ماتش اميكو بحال ماتش اوفيسيال بحال عرفتي علاش دابا انت المشكله انك الفرقه اللي كتلعب كتشوف في الفرقه الاخرى اللي ما لعباش كتلقى راه ما يمكنش صاحبي اللعابه كلهم تبارك الله صاحبي فواحد لافور اللي جلس اللي دخل يقضي الغرض ما كاينش زعما ما فهم ما كاينش غلط تغلط سلام شي مخبارك راه هذه هي اللي خلات دائما غادي مزيان عرفتي علاش حد ديما بنادم داخل التيران ودير بحسابه يدير بحسابه الا ما كانش مزيان راه كاين واحد تيتسناه الدوره هي اللي كتخليه ديما مكونسونطري واش فهمتي تا عاوتاني سلامي تبارك الله صراحه عزيز عليا ديك السيده صح تبارك الله صح الله يعمرها دار صراحه الله يعمر لي الدار حنا مع غير الخير الصراحه شي انا النهار اللي كنت كان صراحه كانوا كيتفاوضوا معايا الهلال جدوى معايا صراحه ونصحني عطاني النصيحه ديالو تتحس فهمتيني مدرب معاك فهمتي تتحس مدرب معاك وتنصحك كان معايا هو السفري واحد السفري تبارك الله السفري عاوتاني راه واحد الشخص صاحبي راه ما يمكنش صاحبي شي شحال تواضع صاحبي بشحال ما تواضع ما يمكنش تقدر فهمتي تدوي معاه هيتو وداك الكارير اللي مدواز وداك الشيء وكيدوي معاك بواحد الطريقه صاحبي راه ما يمكنش صاحبي لا كاينين ولاد الناس صراحه والله الا والحمد لله الواحد شوف الواحد تيكون على قد نيتو الا كان نيتو مزيان راه ربي تيلاقيك مع الناس مزيانين واو كون مزيان والله الا عمر ربي يخيبك ايوا هذا ما كان هذا ما كان شي يا دابا دونك البلان كله تسدى صاحبي لا والو دابا ما كاينش اللي يجي وما كاينش اللي يمشي خويا حسن عوان دابا ما نكذبش عليك خصهم يطلعوا قرار اصاحبي خصهم يطلعوا قرار ديالك ديال واش نكملوا الشامبيونه ولا ما يكملوهاش كاينه واش غيكملوها واش غيانيليوها واش مازال ما كاين والو شكون حنا اللي مريطين في هذا البلان هذا مريحين علاش تشيرا معلم وين على تشيرا هي كلشي دابا حنا أناس راه يدير لينا مشكل أناس قال لك هضروا لينا بالمصريه بجوج ويلي قول لهم شي حاجه بالمصريه ازارو شو قول لهم شي حاجه يا هاش صعيبه لعبه الكبار راشد رافيخ واخويا كنا جالسين حتى كنا نديرو اللايف كنا جالسين حتى حنا كنا نديرو شي لايف رشيد رافيق قال لك اخويا الشروقات واش زعما الا وقفت البطوله واش زعما غادي تسمى الوداد باللي انهم داو البطوله ما عرفتش على حسب القرار دابا في بلجيكا جو بونسيال اعتبروا الفرقه البروميير هي اللي دات البطوله ولكن حدشت انيلات ما عرفتش على حسب قرار جوزر ايوا على هاد القيبل الى جات عندنا انا المغرب راه ما يقبلوش هاد القرار لا ما يقبلوش بحال ديال بحال دابا مثلا الوداد ديال غتدي البطوله هنايا فهمتيني رشيد دوزيام رشيد رافيق خويا بغينا نحضروا شي لعيبه ديالك ولكن اخويا زدوا علينا الكراج هنا اجي شي خويا رشيد رافيق مرحبا بك اخويا
انت اخويا الله يعمرها دار، وكنتمنى لك مسيره موفقه. غريبي اجازير شي انت انا رياضه شفت لك قبل كيران ديربيات ديال كنت مصر خويا عمري لعبت شي ديربي، عمري لعبت شي ديربي وكان فيه ازار لازم بلاتي هذاك اجيت هو يمشي قال لك واحد ابو اليزيد محمد مالك اخويا مقلق مالك اصاحبي مع الصراب هضروا مصري هاني لا لا راه كاين شي مصريين والله ايش ديال كاش كيماني ازارو اخويا ازارو سمع قول لهم شي حاجه بالمصريه قول للجمهور الاهلي واخا زملكاوي مرحبا بهم عندنا في اللايف واي اهلاوي واي زملكاوي احنا دابا في اللايف فراسك باللي كاينين شي زملكاوي بزاف كنتلاقى معاهم في الزنقه صاحبي تلاقى معاهم كيقول لك والله يتعزز علينا هيتو من غير والله حتى تيقولوا لك دابا تلاقى شي اهلاويين بزاف انا صراحه عمري تلاقيت شي اهلاوي وسبني ولا قال لي شي حاجه انا بصراحه ما من يامات اللي لعبت كونترهم فينال من تما وما كيحترموني الصراحه والله واخا بيناتهم ميتو كيديروا شي لعيبات مي زعما فاش كيتلاقى معاك لا شوف هما الا كانوا هما بيناتهم ديك الشيء تيبقى بيناتهم حنايا فهمتيني حنا تنجيو تنلعبوا اللعب ديالنا تنعطيو داك الشيء اللي خصو وكاين شي جمهور كيفهم شي كيكونوا غالطين في شي حوايج زعما عطوشي انا بغينا نمشيو اخويا اخويا كلنا بغينا نمشيو اخويا راه جيت بريفي راه كنتسنى قال لك بقى ملي 10 رياح بدارهم طالق علينا طالق علينا الروح اخوي سلاك مع هاد الواحد ما يدير والله العظيم ازارو عاود لي على الماتش ديال الفينال هنا فينال اللي لعبنا ضدكم الله يحفظك كيفاش كنتو تتوجدوا كيفاش هذا عاود لي كيفاش كنا كنوجدوا كيفاش كنا زعما كيفاش زعما كيفاش كنتو كتوجدوا لينا وهذاك الشيء زعما كيفاش كان المورال ديالكم قبل الماتش كيفاش كنتو كيفاش كنتو تضربوا بعضياتكم فاش كنتو غادي تدخلوا تلعبوا معانا شنو كنتو كتقولوا دابا انت مشيتي دابا فهمتيني ماشي زعما نقول لك راه جبد الاسرار ديالهم ولا شي حاجه لا جبد الاسرار ديالهم مي معنا داك الشيء اللي كان كيندوي فيه زعما ماشي تعرفني زعما ديرك عادي ماشي